عناوين نشرة الليلة: الجديد تتتبع خطوات القبض على مغتصب ابنته. لا، أنا ماني مسامحته ليوم الدين، حتى لو بدي موت لو بالقبر ماني مسامحته. جلسات السلسلة مفتوحة على مزاج النواب. نحن مستعدين بكرة نفوت نشرع بهذا الملف. والتنسيق لناظره قريب. نحن ما لح نقبل سلسلة على حساب الفريق. إلى القلمون اثنين در. الله أكبر. الجيش العراقي يستعيد المبادرة. وفي النشرة: ليلة ارتاحت ليلى غفران. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل.